السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة طبية جديدة، وياكم الدكتور عمر القيس. اليوم راح اشرح لكم موضوع بالمايكروبيولوجي مهم جدا عن بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم توبركلوسيس، وهذه البكتيريا راح تسبب لك مرض خطير جدا اسمه ايش؟ مرض التدرن. فراح نتعرف على هذه البكتيريا بشكل سريع وناخذ معلومات اساسية وزبدة المايكروبيولوجي في هذا الموضوع. يلا ضلوا وياي. فنجي نتعرف على هذه البكتيريا. هذه البكتيريا من عائلة المايكوبكتيريوم. طبعا هذه العائلة ليست عائلة جيدة، هذا العائلة يسبب لك أمراض خطيرة جدا مثل التوبركلوسيس، مثل إيش؟ الليبراسي، مرض الجذام. فطبعا هذه عائلة خطيرة، فهي هذه عائلة المايكوبكتيريوم. نسبة للمرض اللي تسبب التوبركلوسيس فسموه مايكوبكتيريوم توبركلوسيس. طيب شو تسبب لك؟ مرض التدرن، فهذه فهمناها. طيب شنو الخصائص لهذه البكتيريا؟ هاي الخصائص مهمة جدا، لأن لما تعرف هذه الخصائص راح تفتهم بالتالي كيف هذه البكتيريا ممكن تسبب لك الأمراض، وكيف أيضا ممكن تشخصها، وطبعا كيف أيضا ممكن تعالجها. طبعا خصائص هذه البكتيريا، هذه البكتيريا هوائية. شنو معنى هوائية؟ تحتاج الأكسجين حتى تعيش، وبالتالي راح تحب المناطق اللي إيش؟ تحتوي على هواء كثير في الرئة. واضحة هذه الفكرة؟ فهذه البكتيريا أيروبيك أو هوائية. شنو ايضا معلومات لازم نعرفها؟ غشاء الخليه تبعها يحتوي على المايكوليك اسيد اللي عباره عن ايش؟ احماض دهنيه، فهذه راح تحتوي كميه عاليه من الدهون على غشائها، وهذا راح يفهمك الخاصيه المقاومه لاغلب المواد الكيميائيه، وبالتالي هذه البكتيريا قويه جدا ومن الصعب القضاء عليها. وايضا من الصعب ايضا صبغها بالصبغات العاليه الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، فلذلك راح نستخدم صبغه اسمها اسيد فاست. واضحه الفكره؟ فهذه هي اسيد فاست، هذه المعلومه اللي نفتهمها حتى نصبغ هذا المايكوليك أسيد. طيب شنو شكلها؟ رود شيب، عصوية الشكل أو باسيلاي. طيب بعد شنو المعلومات نحتاج نعرفها؟ فاكولتيتيف انتراسيلولار، هذه البكتيريا لا تحتوي فلاجيلا ولا تقدر تتحرك، وتحب تعيش دائما داخل الخلايا، ولذلك راح تعيش داخل الأسناخ الهوائية الألفولاي وداخل المايكروفاج الخلايا الدفاعية في الرئة، وهسه راح نجي نفتهم. طيب resistant to dissociation، صعب تفككها، فلو استخدمنا الصوديوم هيدروكسيد ما راح نقدر نفكك به هذه البكتيريا، ولذلك الجسم يعاني جدا في قتل هذه البكتيريا، لان احنا مثل ما نعرف ان الجسم راح يستخدم اشياء اسمها لايسوسومز، اجسام حاله حتى يقتل البكتيريا، طبعا لكونها مقاومه وتحتوي على المايكوليك اسيد فمن الصعب القضاء عليها، فبالتالي الجهاز المناعي راح يعاني حتى يقضي منها، حتى يقضي على هذه البكتيريا. طيب شنو معلومات نفتهمها؟ افتهمنا خصائصها كيف راح تسوي المرض. طبعا التوبركلوسيس هو اكثر مرض رئوي، طبعا لو استمر المرض ممكن ينتقل لاعضاء ثانيه لكن يبدا اكثر وقت في الرئه، فطبعا راح تجي على المناطق العلويه من الرئه في مرض التدرن التوبركلوسيس. ليش تجي من المناطق العلويه من الرئه؟ لانه تحتوي على الهواء، ومثل ما قلنا انه هي تحب الاكسجين، فبالتالي راح تجي على المناطق العلويه. فراح نشوف ممكن في التصوير الاكس راي وغيره راح نشوف تجاويف موجوده في المناطق العلويه. ليش؟ لان هذه البكتيريا راح تحب تجي في المناطق العلويه. طبعا الجهاز المناعي راح تجي خليه اسمها المايكروفاج البلعم الكبير، راح تحاول تقضي على هذه البكتيريا عن طريق التهامها، ولما تلتهمها راح تتفاجئ هذه الخليه انه ما تقدر تقضي عليها باستخدام الاجسام الحاله، وبالتالي البكتيريا راح تظل عايشه داخل هذه المايكروفاج وممكن تقضي على المايكروفاج نفسها. فبالتالي المايكروفاج راح تستخدم وسائل دفاعيه، راح تستدعي خليه اسمها تي لمفوسايت. هذه التي لمفوسايت راح تحاول تساعد هذول المايكروفاج بالقضاء على هذه البكتيريا عن طريق تحويطها، فراح تجينا المايكروفاج والتي لمفوسايت راح يحوطون هذه البكتيريا ويحاولون يقضون عليها عن طريق تكوين كتله حبيبيه يسموها جرانيولوما. وهذه الكتلة الحبيبية في الوسط راح نلقى هذه البكتيريا متحطمة، وطبعا خرجت الدهون راح تتكون كمثل مادة جبنية، فراح يسموها كازييتينج جرانيولوما، يعني ايش؟ الحبيبية ايش؟ جبنية راح تكون. فبالتالي نفتهم في طريقة القضاء عليها عن طريق تكوين جرانيولوما، وراح تكون كازييتينج لانه راح تحتوي على البكتيريا ميتة في الوسط. فهذه ايضا مهمة جدا في مادة الباثولوجي وعلم الامراض حتى نعرف تفيدنا في تشخيص التوبركلوسيس وتجي كأسئلة. طيب شنو خصائصها وكيف راح نشخصها؟ عن طريق صبغها بصبغة حتى نقدر نشوفها، هاي الصبغة اسمها أسيد فاست ستين أو زيل نيلسون ستين، صبغة الأسيد فاست أو زيل نيلسون نسبة للعالم اللي اكتشفها، فإما زيل نيلسون أو أسيد فاست ستين. ليش؟ لأن تحتوي على مايكوليك أسيد، فهذه الصبغة المثالية لها. الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف مو كلش راح تنطي نتائج مرضية. طبعا ممكن نزرعها في وسط حتى نقدر نشوف البكتيريا، ممكن نزرعها في وسط اسمه لونسن جينسن كولتشر،
بس طبعا هذا الوسط اللونسن جينسن هذا الوسط راح تنمو به بشكل بطيء جدا، ولذلك ممكن تاخذ لنا اكثر من 3 اسابيع حتى تنمو في هذا الوسط. طيب اكو طريقه ثانيه للتشخيص، انه هي ناتي بقطع من هاي البكتيريا نسميها انتيجين ونزرعها داخل الجسم او نحقنها داخل الجلد، وبالتالي لو كان الشخص متعرض لهذا المرض مكون مناعه فراح تجي الخلايا المناعيه تهاجم هاي المنطقه كونها راح تتعرف على هذه القطع من البكتيريا والانتيجينز، فهذا يبين لنا انه الشخص ممكن مصاب بالمرض. واضح؟ هذا الفحص يسموه توبركولين تيست او المانتوكس تيست او البي بي دي. طبعا هذا راح يسوي لنا شيء اسمه فرط الحساسيه النوع الرابع او تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، فهذا ايضا نفهمه ليش تايب 4، لان التايب 4 يكون مرتبط بالخلايا، ونعرف احنا التوبركلوزز راح يتم القضاء من خلال التي لمفوسايت. طيب هل هذا المرض ما له علاج؟ لا طبعا له علاج. العلاج راح نستخدم مضادات لهذا المرض مثل ايزونيازيد، ريفامبين، إيفامبيوتول، ستريبتومايسين وبروزاناميد. بس طبعا هذه الأدوية ما راح تجي من دون مضاعفات. كمثال الأيزونيازيد راح يسبب لك ممكن نقص في الفيتامين بي 6، الريفامبين راح يسبب لك صبغ الجسم باللون الأحمر بكل الفلويدز بالجسم، الإيفامبيوتول راح يسبب لك مشكلة في العصب البصري، الستريبتومايسين ممكن يسبب لك مشكلة في الكلية والأذن في السمع، وبالتالي فهي راح تجي ويا مضاعفات. لكن هذا الحل اللي نقدر نستخدمه حتى نواجه هذه البكتيريا. هذه البكتيريا تنتشر عن طريق ايش؟ الرذاذ. لما شخص مصاب راح يخرج الرذاذ من عنده، وهذا الرذاذ يحمل البكتيريا، فممكن يروح لشخص ثاني عن طريق الهواء وينتقل المرض. فطبعا هذا اللي لازم نعرفه على المرض التوبركلوسيس. هذه معلومات مهمه في الميكروبولوجي، لكن هذا الموضوع اراده تكمله ايضا ان شاء الله كمله في فيديوهات ثانيه. شكرا لكم، والقاكم في فيديو اخر. يا الله، سلام عليكم.